لقطة في مباراة مصر وكاب فيردي أثبتت عشقه لمصر وإنه عارف يعني إيه يكون قائد ومسؤول ومصدر اطمئنان للي حواليه. شقيقة صلاح رباب بتكشف مفاجأة عن أخوها وبترد على الهجوم اللي حصل على فخر العرب بسبب إعلان خروجه من المنتخب. يا ترى إيه الحكاية؟ منشور مفاجئ لشقيقة صلاح علقت فيه على تواجده في ملعب مباراة المنتخب وكاب فيردي علشان يكون جنب اللعيبة في المباراة المصيرية، ولقطة في المباراة كانت دليل على عشقه لمنتخب مصر. رباب قالت في منشورها: في لقطة حلوة قوي في الماتش لما كان الفار بيراجع الهدف التاني لمصطفى محمد، شفت صلاح وهو ماسك الموبايل بيراجع الهدف ويتأكد هو لمسة يد ولا لا، وكان قلقان وبيراجعها مرة واتنين على الموبايل، وكان بيحاول يطمن اللي حواليه انه لا ما تقلقوش مش هيتلغي، مش لمسة يد. رباب كشفت كمان مفاجأة عن صلاح وقالت: اولا محمد مش من النوع اللي طول ما هو قاعد ماسك موبايله، ولما يبقى قاعد وفي ايده الموبايل ده معناه انه كان مجهز نفسه انه ممكن يحتاج يراجع حاجة في الماتش، وكمان انه يطمن على اللي حواليه، ده معناه انه قائد ومسؤول، وهو ده محمد اللي نعرفه، انه مصدر اطمئنان للي حواليه، وشفت في اللقطة دي حد قادر يتحمل المسؤولية بجد. والسؤال بقى: مين الشخص اللي بيجلدوا فيه بقالهم يومين؟ محمد اتعرض في الأيام اللي فاتت لحالة كبيرة من الهجوم على منصات التواصل، وقمة الهجوم دي كانت بعد إصابته في مباراة غانا وخروجه من الماتش، لكن الجمهور كان مستني عودة صلاح من تاني للملعب. الكل اتفاجئ في المؤتمر الصحفي لكلوب المدير الفني ليفربول بإعلان عودة صلاح، وقال كلوب وقتها إن صلاح هيرجع من تاني لإنجلترا علشان يكمل علاجه، وفي حال تأهل منتخب مصر للدور النهائي هيرجع مرة تانية للمنتخب. طبعاً كلام كلوب كان صدمة كبيرة للجماهير اللي كانت حاطة أمل كبير على تواجد صلاح مع المنتخب، وإنه يدي اللعيبة دفعة معنوية كبيرة في المباريات اللي جاية، خصوصاً إن مباراة كاب فيردي كانت مصرية، وفي حالة الهزيمة هيكون المنتخب خارج البطولة رسمياً. الجمهور ما كانش بس عاوز إن صلاح يشارك، لكن على الأقل يكون جنب اللعيبة في ظروف زي دي. الدنيا قامت من وقتها، والمفاجأة كانت في إعلان اتحاد الكورة كواليس الاتفاق مع ليفربول على مغادرة صلاح للمنتخب، وقال الاتحاد إن فعلاً في اتفاق مع ليفربول إن صلاح يغادر المنتخب ويروح إنجلترا عشان يكمل علاجه، لكن كان الاتفاق إن الإعلان يكون بعد مباراة كاب فيردي، وكلوب تسرع في الإعلان عن الاتفاق ده، وبرر الاتحاد خروج صلاح، وإن القرار ده بسبب ضعف الإمكانات اللي موجودة في المكان المقام فيه المباراة، وإن مفيش تجهيزات طبية كافية لعلاج فخر العرب، لكن الجمهور شن هجوم قاسي على صلاح بسبب قراره، وهنا كان رد فعل غير متوقع من شقيقته اللي اتكلمت عن دور صلاح القائد والمسؤول في منتخب مصر.